خطيبي مو موجود بين المصابين، بليز خليني ادخل بس عشان اطمن هو مو بين الجسد. توقف وجه مريم وتقولها مش هموت. حنان هادي نزل مع أصحابه هلأ إن شاء الله يحاكونا ونروح نجيبه بس لحتى يفهم. مروان بتعرف إذا أبني صار في شيء وحياة العذراء لأخرب الدنيا فوق راسك. هو ما قال لك شنو بالملف؟ ملف فيه ورقة مهمة عن توزيع المصاحف في المنطقة كلها. أنا صار لي سنين وأنا كلمة بالتليفون عمري ما شفته. خلني أشوف صورته يمكن يعني أعرف الرجال.